لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم رانا ان شاء الله متجهين الى وين رانا رايحين؟ رشيد نش. ها مدير مدرسة ولا طيب بن عمر شعونة؟ طيب بن عمر هذا شهيد ولا شهيد؟ لا شهيد، توفى قبل الاستقلال. ها توفى قبل الاستقلال ومركا ولا المدرسة نتاعو الاسم نتاعو شهيد، سموها الشهيد طيب بن عمر، ومدرسة كبيرة الله يبارك مشهورة. طيب كيفاه؟ طيب بن عمر. بن عمر؟ بن عمر الطيب. هو من منطقة المعاضيد. توفى صغير، ما عنديش عليه معلومات، يعني قال معلومات يعني صورة وكل ما عندي لا صورة ولا معلومات. إذا هذه بمثابة شنو طلب والله، لأي واحد عنده عليه معلومات وعنده صورة يحاول يزودنا ويزود المدرسة بالمعلومات بالصورة نتاعو إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. إذا وشكون هو السي رشيد نش؟ رشيد نش مدير مدرسة. قبل ما يكون مدير مدرسة. كنت أستاذ لغة فرنسية في الابتدائي. تخرج من معهد تكنولوجي. ها؟ وقرنا قرنا عميد الشوشة عم ربي يحفظه ويطول في عمره. امين. كان معنا مفتش. قرونا اساتذه الله يبارك. زيد. عايمر محمد كان ثاني مستشار تاع الفرنسية ربي يحفظه ويطول في عمره. ومن بعد مفتش عايد مليكة نذكره هنا بالخير. عايد مليكة. ومن بعد جو مفتشين اللي منهم اللي توفى واحد من الصيف ومنهم اللي مسرحيين. واليوم شدينا انا اللي شديته مش هو اللي شد. انا شديت رشيد طبي. انا شوف هنا ادينا معلومات على الشهيد، يعني رغم انها ناقصه كما نقولوا من واجبك تكملها ان شاء الله. ما اعطينا معلومات على المدرسه، وشنو هي المدرسه؟ قد فيها تلميذ؟ المدرسه طيب بن عمر مدرسه كبيره الله يبارك. قد عندها من بدات معلوماتها؟ مدرسه طيب بن عمر شعونه مدرسة كبيرة الله يبارك. خرجت أطباء، خرجت ديكادر، راهم في الجيش، راهم في كل بلاصة، منهم البوازة طب الأطفال تخرج منهم، منهم ثاني بزاف راهم في الجزائر في عين النعجة، راهم في الأساتذة فيها 14 فوج. مدرسة حوالي 500 تلميذ، الأساتذة 17 أستاذ. مفتش الإدارة نتاعنا هو السيد كتفي الأخضر ربي يطول في عمره، إنسان طيب كتفي الأخضر ومعاوننا ربي يجازيه إن شاء الله، وديما يحل لنا المشاكل تكون مزيرة، كيفاش ما عندنا مشكل هو اللي يحل لنا بالخير وربي يحفظه. عندنا مفتش بيداغوجي هو من الله مصطفى ثاني، إنسان متواضع وهذه هي. متى أنشئت المدرسة؟ أنشئت في 1970. مدرسة كبيرة. ايه جرى عندها قد عندها 50 سنة 51 سنة من اللي عندها. درتوا لها احتفال هذا واش يقولوا اليوبيل الفضي ولا الذهبي؟ ما درنا لهاش، هذه جديدة من عندك ان شاء الله ونديرها ان شاء الله. تاع 50 سنة. تاع 50 سنة ان شاء الله نديروها لها ان شاء الله. العقوبة ل 100 سنة ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ونعرفوا السلطات ان شاء الله باذن الله. وهكذا وتستمر الرحلة. مشارك معنا في الرحلة سي عبد الحميد المسيلي السي صديقي عبد الرحمن، انا اعرفه هكذا. وش ممكن تقول يا استاذ؟ لا وش نقول انا المعاضيد. اخر مره رحت للجعونه وقتاش؟ اخر مره راه عندها قريب حوالي 3 سنين. ايه رحنا ثم حينا حفل تاع زفاف. كانت فيها وقيله خطبه ولا ما عارف، حينا ليلى درنا ليلى. سمع الناس تاع جعونه والله وجنرال تاع المعاضد يحبوا الفن تاعك يا استاذ. يحبوا الفن تاعي ودرت لهم عدة عرس كما خالد هذاك الميغري هذاك، وكان خالد البوزدا الله يبارك، كما مجموعه ثاني والله ما شفيت عليهم ثاني، درنا لهم عرس. يعني ما شاء الله جعونه نعرفها ونعرف مواليها ونعرفون فيها عباد طيبين فيها الحمد لله، وقاموا بنا واستحفظوا بنا والحمد لله. الحمد لله الحمد.
شوف استاذ هنا رانا في في واش يقولوا منطقه الزيتون منطقه الزيتون واش كانت تسمى من قبل هذه هذه احنا الاسم المشهور تاعها يعني شحم مره الاولى لا يقولوا عين شحم عندها تواريخ ودروك يقولوا لها الزيتون هي تقريبا هي القريه الثانيه بعد القلعه هي قلعه بن حماد الاولى من حيث السكان من حيث كلش واطية فيها نسبة كبيرة بزاف من الشعب فيها يعني الله يبارك فيها الشعب ساكن فيها بزاف كبيرة الله يبارك فيها ثانوية فيها زوج متوسطات المدارس حوالي خمس مدارس هو ضخمة كبيرة بزاف فيها محافظة تاع الأمن فيها محافظة تاع الأمن دارولها إيه فيها تكوين مهني فيها الصناعة التقليدية الصناعة التقليدية المرأة تكوين مهني تكوين مهني الصناعة التقليدية هذيك هاي هو كبيره كبيره الله يبارك دروك من هنا رانا متجهين نحو رجعونا ان شاء الله هذه من الخرجه تاع الزيتون من زيتون كيجونا ولا جي طاب يا طاقيه 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 ومن بعد جعونا صح بعد جعونا وجعونا جزء من من, من عين شحم دروك جعونا جعونا قريه هني كبيره قريه تابعة لبلدية المعاضي جعونا هي القديمه هي القديمه هو جعونا قديمه هذه طاقيه الطاقيه وقلنا شيخ هاكينا الطاقيه سعد حميد وش نقصد الطاقيه مسمينها على شجره الحطب تاع الطاقه الحطب تاع الطاقه بكري يقولوا الطاقه كاين الكروش وكاين العرعار كاين كل يعني انواع تاع الاشجار اللي هي في الغابه هنا وكاين الشجره انا نشوف في ولايه سيدي منصور مشهوره كبيره قدام الجامع كبيره بزاف قالوا لي عندها اكثر من قرن ويسموها الطاقيه طاقيه ثانيه اي سموها الشجره هذيك سموها الطاقيه ايوا ماشي هما قالوا لي كانوا يقراوا فيها في الصيف يقراوا القران تحتها قالوا لي حتى المجاهدين كانوا يقعدوا تحتها هذيك الطاقيه وقالوا لي ثاني لقيت حتى الاشارات باللي كانوا سوي اي قطعوا اللحم فوق العروق تاعو على الخشان هذو كما يقولوا في العيد سبحان الله الله يبارك وهذه سما طاقيه سما قريه صغيره تابعة لجعونة لجعونة كيف تابعة لبلدية المعاضي المعاضي هي قريه من قرى من القرى ولا نقولوا حي من الاحياء الاحياء هذو هما عندنا الزيتون طاقيه الطاقيه ومن بعد تجي جعونة ان شاء الله وكان نسقسوا عن القامي نتاع الطاقيه شكون؟ اللي فيها فرحتية بزاف. الله يبارك. فرحتية كاينة بزاف. فرحتية الناس فرحتية عرش كبير هذو فرحتية. فيها فرحتية وفيها واحد برك النش قالوا لي عائلة واحد برك النش قالوا لي ما عرفت كيفاش جاهم جابته مرته. جابته مرته. كاينة منها. كاينة منها. زعما ما نشغل. شكرا لك. تقول ما يعرفش ولا كيفاش. قالوا كاينة دحماني لا انا هو جنرال قريبه لي والطاقيه ولا وجعونه واش نقامي اللي فيها غير النش انا قلنا النش النش ما كاينش في جعونه لا اه وي لا 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 واش كاين؟ كاين البوازا بوازا مشهوره بن عادل السيد وزعروره بن خالد بن خالد اي هذو مشهورين هذو انا نقامي بكري كنت نسمع بهم كيكون قريب التميمي كان عندنا انترنا في الانترنت يجيبوا البنات تاع الماضي ذاك الوقت صح النش والبوازدا وهذو كلهم كاينين هذو ايه اما الذكور نظن كانوا يروحوا المقري يا المقري وعثمان صح هذا هو اللي فعلا رانا رايحين نبداو جعونا فلاكا تاعها الاولى مزال ما بانتش ما نحاول نحاول ما كانش فلاكا نقول جعونا هو كبيرة الله يبارك من العشبة للعشبة الملعب هذا. بدا كاين المدرسة هنا. وحدة فريدة. هذه اللي رانا رايحين لها. هذا ما الشيخ. هذه هي المسؤولة بها أنت. هذه هي. كان فيها الشيخ صح المدرسة الله يبارك احبس هنا هذا يبان مبنى قديم والله اي من وقت هذا وقت من الاستعمار
اي ما شاء الله. هذا من الاستعمار. وهو راه الاداره تاعك هنا. هذه ياك. الله يبارك. وراكم عاطين لمسه هكذا فنيه. الله يبارك. البوزده واش تخدم من لهنا؟ نخدم حارس. بوزده قلت لي وشني؟ ها؟ بوزده وشني؟ الحكيم. تخدم غير حارس ولا تخدم؟ نخدم مهني، نخدم كلش. واش دير؟ نخدم الجارده، نخدم كل حاجه اللي جات تخدم. حنا نسقسوا على هذه الجارده. اه. وشكون اللي دايرها؟ كيفاه؟ شكون اللي يخدمها؟ خدمناها احنا لرواحنا. انت؟ احنا يوم معايا واحد زوج. وين هني معاك؟ ايه سما بالتعاون مع بعضك. بالتعاون ايه. بصح القريص هذا وهذيك الحوايج انا اللي قادم. ايه الله يبارك. والبير هذا اللي درتوه. البير هذا خدمناه تعاون تنسيقيه هذيك وخدمناه، زوج ما عاونونا وخدمناه. ايه الله يبارك. وعندكم لهنا هذه وهاكم غارسين غارسين النوار وهذا وشني هذا؟ هذا قمح. هذا قمح ها؟ قمح وفلك ها؟ الله يبارك. سما راه عند ترمضنوا منه ولا؟ واحد 15 يوم ونبيع منه. ايه الله يبارك. ونسطر الخارج. الله يبارك. المهم ترمضنوا منه ولا؟ ايه. الله يبارك. المهم تحسوا رواحكم مليح في المؤسسة تاعكم. اه. ها؟ كي تعودوا هنا. عندنا المدير لاباس الحمد لله. ها عندنا ثاني جماعه هنا ثاني يعاونوا لاباس الحمد لله. انتم راكم مكونين فريق يعني؟ فريق ايه. واش كل واحد يوسي واحد؟ ماشي كل واحد وحده. بصح الله يبارك. دائما كاين خدا يخدمها واحد وحده وكاين بطل. عندكم هذه واش يسموها هذه؟ هذه جردينه. ها واحد كاين حتى الكسبر والله مش كسبر. كسبر كان في جردين. هذا وشني؟ كسبر كسبر هذا. الله يبارك. اها وعندكم الساريه هذه عجبتني كيقولوا لها الساريه تحيه العالم. هذه خدمناها عم الاول. الله يبارك. ايوه خدمناها عم الاول. ما شاء الله. ايوه الفكره رائعه اللي درتوها. اه هذه وهذه هنا عندنا على الفوارة هنا. وعندكم لهنا ثاني واحده اخرى نافوره يقولوا لها. ايوه اسمها منصوره. نافوره نافوره. ايوه على الفوارة. المهم وراها فيها الماء ولا تطلقوها مرة على مرة؟ عندكم مشكل في الماء؟ ها؟ عندكم مشكل في الماء؟ عندنا مشكل في الماء ما عندناش. ومنيش راكم تسقوا؟ منيش راكم تسقوا؟ ها؟ العين الله يبارك. بمناسبة 16 أبريل اللي هو يوم العلم. يوم العلم هام على كل حال معنا حضرة المدير و وش يسموه حكيم. حكيم هو اللي راه ينور في هذه المدرسة ويقيم بها وإن شاء الله ربي يزيدوا من هذا وأكثر. أمين يا رب. حتى المدير ثاني كذلك راه موالع بها اللي هو اسمه النش سي عبد الرشيد ما شاء الله الشيء اللي راه يخدم فيه نتمنى له ان شاء الله المزيد والنجاح من هذا واكثر. انا حبيت ان حضرت لي قصيده نتاع تمهل يا قاصد الحضنان وصيك نقدر نقولها لكم ومن بعد نلحق للمعاضيد ونطارفه وهذيك. تفضل. اتمهل يا قاصد الحضنان وصيك تروح مضمون سالم تصفاها تفضل ابوابها مفتوحه ليك من بني يمان وسيدي عيسى تلقى مرساها تفضل ابوابها مفتوحه ليك بربي والصلاح نمشوا برضاها من المسيله حيث نوصيك تلقى فيها رجال تفهم معناها الدها من المطار فالويزات وليك خوض على عمرون في الطرف حذاها بالسوامع في المراسم ليه شريك في الشط العنات عينك تملاها المعاضيد على اليسرى تضحى بحريك وتلقى فيها جعون جعونه باهيه محلاها. الله يبارك. هذه هي. الله يبارك. ونزيد سلمان حيث نوصيك ولاد عدي وزيد الجرف معاها ومن
بعد نولي نقولوا المعاضيد على اليسرى تضحى بحريك والطلبه في جبال تظهر ما عليها، رانا غير لاصقوا معليش معليش والطلبه في جبال تظهر ما عليها. القلعه امامكم، القلعه امامكم هي توليك، وان شاء الله نتمناو نروحوا نصفوا ونزيدوا نشوفوا يعني اثارها ومهوها. واللي جاب القول ما يخفاش عليك، عبد الحميد من المسيله هو مولاه. وشكرا. سكت في لحظه ما فوتش المقاطعه الاداريه تاعنا. ربي يطول في عمره ان شاء الله. الله يبارك. وهو قايم بينا الله يبارك. ربي يحفظه ان شاء الله. ربي يطول. هذا خونا ماهوش يعني مسؤول، المسؤول نحطوه على جهه. سكت في لحظه خونا. هذا راه بمثابه خونا. سواء في المليحه ولا في الحياه، ديما يعاوننا. الله يحفظك. حنا كي تزقع علينا وكي تعود حاجه مش مليحه وراح تقيسنا نعيطوا له. الله يحفظك. صحيت. وبمناسبه اليوم العالمي يكون 16 افريل الزياره نتاع سي رشيد طبي المدرسه نتاعنا ومشكور بزاف، نتمنى يجينا في زياره رسميه ان شاء الله. السكيت في الاخضر راح يقول له بهذه المناسبه كلمه. تفضل سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. السلام. بدايه ارحب بكم في مدرسة الشهيد طيب عمر، وبهذه المناسبة بودي أن أتقدم بكلمة شكر لكل الزميلات والزملاء على مستوى المقاطعة سواء كان في الطاقم الإداري أو التربوي. الله يبارك. كما أضيف أن مقاطعة أولاد درجة 2 تضم 20 مؤسسة تربوية ابتدائية يتمدرس بها حوالي 3556 تلميذ ما شاء الله، موزعين بين ذكور وإناث. 1855 ذكور و1600 وكذا إناث، وراه ممتلك يعني اللي عندهم التفاصيل كما الله يبارك. الله يحفظك ان شاء الله. وكما لا يفوتني بهذه المناسبة، بهذه المناسبة وهي مناسبة عظيمة عند عامة الشعب الجزائري وأخص بالذكر الأسرة التربوية بمختلف أطوارها سواء في التعليم الابتدائي أو الثانوي، وهي 16 أفريل يوم وفاة العلامة عبد الحميد بن باديس رحمه الله. كما لا يفوتني أن أتوجه بالشكر لكل الأساتذة الأفاضل الذين ساهروا وتعبوا وعلمونا، فلهم كل الشكر ولأن فيهم حقهم ما بذلوه من أجل نشأة هذا الجيل. شكرا لكم وجزاكم الله كل خير. بارك الله فيك يا شيخ. الله يربيكم بحياتك. آمين آمين. أي نبداو بك أنت يا. أنت وش اسمك؟ إيه؟ هايط ها؟ يوسف. وشن يوسف؟ يوسف كيفاه؟ قول اسمك كامل. ها؟ يوسف؟ يوسف تراكا. إيه وين اللاعب اللي تحبوا؟ ها؟ ها؟ لا 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 انت كنت ولي لعب كرة قدم ويا واش تكون؟ ها؟ محرز. وانت؟ انا بولحي. انت تحب تكون بولحي؟ واش اسمك؟ سهيب. واش اسمك؟ سهيب. سهيب وشني؟ جديد. جديد سهيب. جديد الله يبارك. وانت؟ اسمك قبل ومن بعد واش تحب تولي؟ هيثم. هيثم وشني يقول النغمة؟ هيثم بن غانم. هيثم القادم. ها؟ وين اللعب اللي تحبه؟ ولا ما تحبش كرة القدم؟ نحب كرة القدم. هي وين اللاعب اللي تحبه؟ رياض محرز. صحيت. وانت؟ انا اسمي جد من غانم. نحب ميسي. انت يا مي بحال كيني ميسي يعطيك الصحة. هي وانت؟ انا بن غانم جابر. هي واش تحب تولي؟ رياض محرز. ايه خيار ناس. وانت؟ احمد الصيد. هي واش تحب تولي؟ رياض محرز. رياض محرز. وانت؟ رياض محرز. زكريا ابو زراره. ها؟ واش تحب تولي؟ رياض محرز. طريمية. وانت؟ ايمن بن غانم. اي خيار ناس. قول لنا واش تحب تولي؟ رياض محرز. وانت؟ رياض محرز. زهراء عبد الله. ها؟ محرز. رياض محرز. وانت؟ رياض بن عادل. ها؟ واش تحب تولي؟ قول. وينه؟ بولحي. بولحي كحلوج ذاك. ايه. وانت؟ سادية سامي. هي واش تحب تولي؟ بولحي. بولحي. وانت؟ بولحي محمد. ها؟ بنجيح.
بوند عنده هذا الكلمة حوش شكرا. الله يبارك. هيا قول. تفضل. تلاميذ المدرسة الشهيد طيب بن نعمر يتقدمون بالشكر الجزيل للأستاذ طبي رشيد على زيارته للمدرسة. الله يبارك. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تكون لكم زيارات أخرى من طرف ناس آخرين. ورانا مع الأستاذ تاعهم. شكرا جزيلا للأستاذ طبي رشيد على زيارته للمدرسة، ونتمنى أن تصل هذه الرسالة إلى كافة القائمين على الرياضة المدرسية بالولاية. تلاميذ المؤسسة كما ترون أنهم محبين للرياضة ومتعلقين جدا برياضة كرة القدم، يحتاجون مجموعة من الأدوات لممارسة هذا النشاط، خاصة المتعلقة بممارسة النشاط الرياضي المدرسي مما له أهمية على جسم الإنسان وبشكل بيداغوجي كما قال السيد المفتش في كلمته الأخيرة بالنسبة للرياضة المدرسية. وانت شكون؟ أستاذ لبواز دطار. الله يبارك. أستاذ مادة؟ أستاذ مادة اللغة العربية السنة الثانية ابتدائي. وانت لك تقوم بتدريبات معهم؟ تدريبات خاصة بقسم سنة ثانية، قمنا منذ سنتين بإنشاء نادي رياضي مدرسي، لكن لقلة الأدوات الرياضية تم تنازل. أنا إن شاء الله نهديكم كرة قدم. إن شاء الله. وأنتم ما تحتاجوا على بالي إلى أكثر، عندكم 450 تلميذ. تقريبا 470. سما على الأقل تحتاجوا 11 كور هكذا. راك شوف حالة الكرات هي ممتلئة تعود إلى. وهذو تاع كرة السلة، هذا تاع كرة السلة. كما يقول لك الحارس راه ديما. خبطوا يبومبي ولا ما يبومبيش. يسمى بدون متعة، واش رايكم أنتم؟ تحوسوا تلعبوا البالون ولا ما تحوسوش؟ تحوسوا. قولوا لي نحوسوا. تحوسوا تلعبوا البالون ولا ما تحوسوش؟ نحوسوا.